استقيموا إلى الصلاة، تراصوا، اعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول يا إخوة، لا تدعوا فروجات للشيطان، من وصل صفا وصله الله، حاذوا بين المناكب والأكعاب ولا تدعوا فروجات للشيطان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ذي الجلال والإكرام. سبحان ذي الملكوت. سبحان ذي الكبرياء والعظمة. لا إله إلا أنت يا رب. سبحانك إنك كنت من الظالمين. الله أكبر. ربنا الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ذي الجبروت. سبحان ذي الكبرياء. سبحان ذي الكبرياء والعظمة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ذي الكبرياء والعظمة سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الله أكبر رب اغفر لي يا رب ارحمنا وعافنا وهدنا وارزقنا الله أكبر قرب زدنا صبرا الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله
الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. لك ركعت ولك سجدت وبك أنعمت وعليك توكلت فاغفر لي الذنب يا رب. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الملائكة والروح. الله أكبر. ربي اغفر لي ولوالدي. اللهم ارحمنا وعافنا وعافنا وارزقنا خير الرازقين يا ربي. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى الله أكبر. فينا عندنا رزق رزق. اللهم ارفعنا وجهك اللهم صدق وتنصرنا يا ربي. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والسلام. السلام عليك أيها الملك. السلام علينا وعلى الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم كما صليت على محمد المجيد وبارك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم. الله يفتح عليك. سيدي يعطيك العافية. افتح ليك وجهك حلو منور. الله يرضى عنك يا رب. الله يسلمك. سلامتك. قلت لي هذول ابو شيخ حط هذول عندك. دقيقة دقيقة بس نجهز بس الكاميرات شوي. يلا عندك شوي قدام شوي هيك. عندك شلون الكاميرات؟ طيب امرك. مش مجال الكاميرات عندك. محمود اعطيني الطاولة عندك شوي. طاولة 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 طاولة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا هداة مهتدين راشدين لا ضالين ولا مضلين. يا إخوة لا يخفى عليكم أننا في كرب وفي نوازل متعددة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبت لامرئ يصاب بالغم كيف يغفل عن دعاء يونس. دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لذلك هذا الدعاء إن شاء الله يبقى مرطبا لألسنتنا. يا إخوة نحن
في مزرعة للآخرة. كل منا يحاول جاهدا أن يحظى بمشروع تخرج من هذه الدار حتى برضا من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل جعل لنا نماذج كرام ضربوا لنا أروع الأمثلة وأعظم الصور في بأحوالهم كيف كانوا في هذه الحياة الدنيا. هذه الحياة الدنيا هي مزرعة، كيف يجب أن يكون حالك في هذه الحياة الدنيا يا إخوة؟ السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الله سبحانه وتعالى وصف لنا أحوالهم. صلوا على النبي يا إخوان، لعلنا يعني إن شاء الله درسنا ما هو طويل لكن نأخذ منه العبرة إن شاء الله. إذا تتبعنا أحوال الصالحين والسلف الصالح من هذه الأمة وجدنا أحوالهم في هذه الدار كالنحو التالي. الذي وصفهم الله عز وجل فقال عنهم: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يجب عليك أن تخاف في هذه الحياة الدنيا، فالله عز وجل لا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين، فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمنه في الدنيا أخافه يوم القيامة. لذلك كان حال الصالحين: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يخافون من الله عز وجل، وقال فيهم ربهم: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يخافون سوء الحساب، والله عز وجل قال فيهم: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. ثم قال في وصفهم في موضع آخر: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة خائفة ترتعد. قالت عائشة: يا رسول الله، من هم الزاني والسارق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الصائم القائم المتصدق لا يدري أيقبل منه أم لا. قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أوصاف هؤلاء: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال فيهم الله عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال فيهم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال فيهم: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا ديدنهم، هذه بضاعتهم يا إخوة. فلذلك في الجنة قال: يقبلون، يقبل بعضهم على بعض فيقول، قالوا، يقول بعضهم لبعض: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. العادي إنه اللي عند أهله حبايبه في سعادة ومطمئن وآمن، لكن هؤلاء مع أهلهم ورغم ذلك ما لهم؟ مشفقين، خائفين. إنا كنا
قبل في أهلنا مشفقين. وين؟ في الدار الدنيا كنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذه الآيات كانت تعمل عملها بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. انظر إلى حال المؤمنين الأتقياء كيف يكون في الدنيا. قال إني ظننت أني ملاق حسابي. إذن فعل استقام في هذه الدار لأنه على يقين من أنه سيرجع إلى الله عز وجل. إني ظننت، أي تيقنت، ظن تيقن، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هم دفعوا الثمن قبل أن يقبضوا السلعة. هذا هو السلف، دفع الثمن قبل أن يقبض السلعة. هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا كان حالهم في الدنيا، خافوا من الله وعملوا للآخرة. فماذا كان الجزاء؟ اسمع إلى قول الله يا إخوة. التشريف والتكريم والرفعة يوم أن ينادى عليك يا فلان إن الله قد رضي عنك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله عز وجل يحبه، ثم يأمر جبريل: يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل: يا أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه. اسمع إلى قول الله بالآيات الكريمة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. رجال سابقون مقربون، طاعات كربات مواقف لله عز وجل. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. عن النار، عن جهنم. لم يكفي أنه أبعدهم عنها وأنقذهم منها، ولكنه سبحانه جعلهم لا يسمعون حسيسها. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا التكريم، هذا الشرف، هذا الوسام، أن تتلقاك الملائكة ترحب بك. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا العطاء، إني أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والشرف العظيم أن هؤلاء وهم في إقبال على الآخرة وإدبار عن الدنيا
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هؤلاء في هذه اللحظات الحرجة يأتيهم التكريم من ربهم عز وجل، فتأتيهم ملائكة الرحمن تبشرهم برضا من الله وما أعد الله لهم من القصور والمنازل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الملائكة تأتي لهذا المسلم المؤمن التقي الورع الذي خاف الله في دنياه والتزم شرع الله، تأتيه الملائكة تقول له: أبشر يا فلان، أبشر يا عبد الله، فإنك مقبل على رب كريم، على رب رحيم، راض عنك غير غضبان. هنيئا لك ما أعد الله لك من نعيم مقيم. ملائكة تتنزل عليهم، ويكفي هؤلاء أنهم جيران الرحمن، فالجنة دار الله لا يجاوره فيها إلا تقي، إلا من رضي الله عنه. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا إخوة، أكثروا من هذا الدعاء، دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كذلك نحثكم. ولا تنسوا أن تقدموا ما استطعتم. لا نقول صدقات، لأن الصدقة معناها يوحي بالمنة، يوحي أنك صاحب فضل، والفضل لأصحاب المواقف. إن كان بعض الناس يجودون بشيء من مالهم، فهناك من يجودون بأنفسهم، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ما تقدمه هو شعور، ترجم لشعورك بالأخوة التي تربطك بهؤلاء المجاهدين الصابرين المرابطين. فمن استطاع أن يقدم لهم شيئا فها هو الصندوق يتجول بينكم. فبارك الله فيكم، واعلموا أن الصدقة صدقة السر تطفئ غضب الرب. يا إخواننا، نعطيكم ربع ساعة لجمع هذه من استطاع أن يقدم شيء، هاي الصندوق يا إخوة، قدموا صدقاتكم. بارك الله فيكم، الله يجزيكم الخير. شيخ أحمد أجا، عبد الفتاح، شيخ عبد الفتاح أجا.
الخريطة
ابن الحاج. حياك الله. الله يسعدك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا الحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك
يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء
وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإن ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت في الأرض فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الساعة إن شاء الله ثم الشفع والوتر وبعد السحور بإذن الله.
اجي جنبك. شفع. استووا ان شاء الله، صلوا الشفع ان شاء الله. استحضروا النية وتوجهوا بقلوبكم لله عز وجل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا ربنا لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الفضل كله، ولك المنة علينا، خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وآويتنا، لك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى إذا رضيت، ولك العتبى بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحانك يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا قيوم السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا من رفعت السماوات بغير عمد. يا الله يا الله يا الله، أنت القوي المتين، أنت القوي المتين، أنت الغني الحميد. اللهم أنت القوي المتين، اللهم أنت فعال لما تريد. اللهم إنا عبادك،
اللهم إنا عبادك، اللهم أمرتنا فأتمرنا، اللهم نهيتنا فانتهينا، اللهم إنا أطعناك في أحب ما تريد، فشهدنا لك بالوحدانية ولنبيك محمد بالرسالة. اللهم لك الحمد أن هديتنا، اللهم ثبتنا على الهدى، اللهم ثبتنا على الهدى، اللهم ثبتنا على الهدى. اللهم هذه ليلة شريفة، اللهم هذه ليلة عظيمة، اللهم هذه ليلة القدر يا الله، اللهم أعطنا أجرها، اللهم أعطنا فضلها، اللهم ارفع قدرنا عندك، اللهم ارفع قدرنا عندك، اللهم إن لك في كل ليلة عتقاء من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن خزي أهل النار. يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا من إذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون، أمرك نافذ ومشيئتك ماضية، أمرك غالب لا يرد يا الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نستغيثك لإخوتنا في غزة، اللهم إنا نستغيثك لهم، اللهم إنا نستنصرك لهم، اللهم احفظهم بحفظك، وارعهم برعايتك، واكلاهم بعنايتك، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واحفظهم بركنك الذي لا يرام، اللهم داوي مرضاهم، وضمد جراح جرحاهم، وتقبل شهداهم، واربط على قلوبهم، اللهم انزل الامن والامان عليهم، انزل الطمانينة والسكينة عليهم، اللهم احفظ اعراضهم، واحقن دماءهم، وبارك في ارزاقهم، اللهم اجعلهم على اتقى قلب رجل واحد منهم، اللهم اجمع كلمتهم على التقوى، اللهم احفظهم من كيد يهود، اللهم رد كيد المعتدين إلى نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم يا الله. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد، يا من أنزل، يا من أنزلت ملائكتك يقاتلون في بدر ويثبتون المؤمنين في حنين، اللهم أنزل نصرك على إخوتنا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم حافظا ومعينا ومؤيدا ومجيرا، اللهم كن بهم حفيا، اللهم ارعهم برعايتك واكلاهم بعنايتك، اللهم إنهم الموحدون، اللهم إنهم العابدون، اللهم إنهم الصائمون، اللهم إنهم يؤذون فيك وفي دينك، فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم يا الله، اللهم إنا وقفنا ببابك، اللهم إنا أنخنا مطايانا برحابك، اللهم يا من لا تختلط عليه المسائل ولا تشتبه عليه الأصوات، اللهم إنا مددنا إليك أيدينا فلا تردنا خائبين، اللهم إنك حليم كريم جواد، اللهم
اللهم إنك كريم بر تواب رحيم. اللهم عاملنا بما أنت أهله. اللهم لا تعاملنا بعدلك. اللهم لا تعاملنا بعدلك. اللهم لا تعاملنا بعدلك وعاملنا بجودك وسخائك وكرمك. عاملنا بلطفك وإحسانك ورحمتك يا الله يا الله. اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. أنت مولانا وأنت خالقنا وأنت رازقنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعتذر إليك من خذلان المتخاذلين عن نصرة إخوانهم في الدين. اللهم إنا نبرأ إليك من عدوان المعتدين. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مسبغ النعم يا دافع النقم أسبغ النعم على إخواننا وادفع النقم عنا وعنهم يا الله. اللهم إنا نتضرع إليك ونتوسل إليك يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. نسألك مسألة المسكين وندعوك دعاء المضطرين. يا من قلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله في هذه الليلة الشريفة ندعوك ونحن نعتذر إليك أنه لا عمل لنا صالح يصلح للعرض عليه. جئناك ببضاعة مزجاة. اللهم اقبلنا بعفوك يا الله. اللهم اجتمعنا على طاعتك يا الله. فهب المحسنين منا يا الله. فهب المسيئين منا للمحسنين يا الله. اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم ضاعف حسناتنا. اللهم ارفع منازلنا عندك واعلي درجاتنا عندك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وحط عنا خطايانا يا الله. حط عنا خطايانا يا الله. حط عنا خطايانا يا الله. اللهم إنك أعلم منا بذنوبنا. اللهم إن ذنوبنا لا يعلمها إلا أنت ولا يحصيها إلا أنت وكذلك لا يغفرها إلا أنت. وأنت القائل ومن أصدق من الله قيلا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم إن لكل واحد منا حاجة وأنت القادر عليها. أنت تملك مقاليد السماوات والأرض. أنت الغني الحميد. أنت العزيز الكريم. نحن الفقراء الأذلاء. نحن الضعفاء يا الله. لك ذلت رقابنا وخضعت أعناقنا وطاطأت رؤوسنا وانخلعت ظهورنا. يا ربنا يا ربنا لا رب لنا سواك. لا مولى لنا غيرك يا الله. يا ربنا وقفنا ببابك فاجعلنا من السعداء. اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم اجعلنا من السعداء واجعلنا من عبادك الصالحين.